إلى أن يكون حصان أسود ويعطينا أهداف مستقبلية واضحة. طيب دقيقة يا شباب. كالعادة السبورة تعلق، خلينا نشوف إذا فك التعليق كان بها. ما فك التعليق، انتقلنا إلى رابط جديد بشكل سريع. طبعا يا أخوان أنتم شايفين في الرسم البياني شارت تاريخي لسهم الجبس، يكفينا أن ننظر له من بعيد من عام 2006 إلى عام 2020، يعني شارت تاريخه تقريبا حوالي 14 سنة. طبعا إيش اللي يهمنا في الرسم البياني اللي شايفينه قدامنا؟ تلاحظوا أحبتي ما بين عام 2008 وحتى عام 2014 كان الجبس في تلك الحقبة الزمنية يتداول ما بين متوسط، يعني ما بين مستويات تقريبا 25/10 وحتى الأعلى في عام 2014 44، إلين أتت أزمة 2014. حاول السهم وقتها أنه يكسر، حاول يرجع ما قدر، نلاحظ أنه عكس الاتجاه فكسر مناطق ال 25 مرة أخرى اللي هي قيعان 2011 و2012، وحصل اللي حصل. إلين شوفوا فين قاعد يلعب السهم من عام 2015 إلى أتى عام 2020. ما الذي حصل في عام 2020 وما هي التغييرات المفصلية والجوهرية لحركة السهم؟ أولا إذا نبغى شوف يا أبو فهد، السهم ينظر له من عدة اتجاهات حسب القنوات. أهم قناة الآن اللي كنا بنتابعها بشكل هابط شوفها، اللي هي جات من أعوام من الارتداد من عام 2008 اللي هي من مناطق كانت قريب 27 وحتى مستوى 55 وربع، يعني خلينا نحط لك الآن دوائر ما بين القيعان والقمم في تلك الحقبة الزمنية، شايف؟ لذلك هنا لاحظ في قمة وفي قاع، وبعدين في عام 2014 سوى قمة أدنى وهنا جاء سوى قاع أدنى، فصارت هي هذه القناة، القناة الهابطة. طبعا ما شاء الله تبارك الله استطاع الجبس في عام 2020 وبعد ما تمكن من اختراق قمة ما قبل كورونا اللي كانت عند مستوى 18.66 استطاع أن يتحرك. لاحظ فين كانت بداية القوة في السهم، هي ركز على الأرقام دي مهمة جدا لا سمح الله في أسوأ الظروف. كانت القوة هي باقتحام متوسط المية، متوسط المية 19.63، وفي هذه المنطقة استطاع أن يقتحم كل القنوات الهابطة الرئيسية اللي أدى من إيش؟ من خط الترند اللي قلنا عليه من 55 مرورا ب 44 اللي هي من قمة عام 2009 مرورا بقمة 2014، ودخل الجبس الآن هذه المرحلة. ما هي أهم أهداف هذه المرحلة أو هذه القناة؟ تجدها تتوافق تماما مع مستويات 36 أو 36 هللة، وهي تتوافق 78 من قمة 2014. أكثر من كده يا أبو فهد أنا لا أرى، حتى تخترق فتغلق. فإذا اقتحمت هذا المستوى هنا نعتبر نحن كلاسيكيا أن هناك حدث جوهري قد يكون له تداعيات لدخول السهم مرحلة جديدة من الصعود. أكثر من كده ما في، يعني لو جاء واحد قال لي منذ أن اقتحم السهم 19.66 متوسط المية، فين تتوقع لو السهم كان في قمة انشكاحه في قمة شغله يوصل؟ أقول لك سيصل إلى مناطق ممكن تكون 36.30 أو على النظرية 3.5.7 إذا اقتحمنا 33.37 ريال تقريبا بهذا الحجم. طيب إيش المقاومة الآن اللي واقفة في وجه السهم؟ وصلها السهم واحتفلنا فيها قبل حوالي فترة من الزمن، قمة الشهر الماضي في نوفمبر
اللي هي منطقة ال 30 38 هللة اللي هي تمثل النسبة الذهبية. لاحظ بعدها في شهر ديسمبر من فين ارتد السهم او ايش الدعم اللي حافظ عليه؟ هي منطقة ال 50 فيبو قريب ال 26 20 27. لذلك دائما تسمعني انا اقول اهم شيء عندي الجبس لا يكسر 27، اهم شيء عندي الجبس لا يغلق تحت 27، علما انه معاه دعم مفتوح الى 26 20 اللي هي منطقة ال 50 فيبو. السهم في موجة صاعدة، السهم ايجابي، السهم حلو، بس ما نتمنى انه بعد ما وصل النسبة الذهبية يكسر منطقة زي 27 26 20. ليه؟ لانه تخاف لو كسرها فين يجرك؟ يجرك لل 38 فيبو. لا قدر الله اذا في تبعات سلبية اكثر نرجع نختبر متوسط المية ونختبر مناطق حدود القناة الهابطة دي، يعني تقريبا عند هذا المحور في الدائرة فيصير عندنا تصحيح، يعني نخاف انه عندنا يكون تصحيح جامد شوية في السهم. ولو جينا نبغى نعكس المؤشرات الفنية ممكن توافق المناطق دي حتى قريب نصف الموجة او تقريبا، يعني ما نبغى نقول 61 فيبو لكن ممكن تكون حتى قريب 50 فيبو من الموجة. واضح يا ابو فهد؟ طيب السهم الحمد لله اغلاقه يوم الخميس 27.65، يعني اغلاقه استراتيجيا الى الان ما زال يقبع فوق المناطق اللي نحن نبغاه ما يكسرها اللي هي 27 26 20. من اهم مقاوماتنا ايش؟ في مطب عند 28، في مطب عند مستوى، في عندنا مطب عند مستوى ايش؟ دقيقه، ايوه في مطب عند مستوى 28 60. حتى لو تلاحظوا انه يوم الخميس او يوم الربوع كان في ارتداد في الجبس، وقلنا اثناها على المايك ما شاء الله الجبس من وثلاثين ريال بالملي، وهذا هو الخط نرسم لك هو الاسود برضه من الخطوط العرضية يتوافق تماما مع منطقة ال 33 ريال. طبعا من سعره اليوم اذا اراد ان ياتي ب 36 هذه 30%، فاذا اردت ان تخطط عليها وان تصبر عليها ما هو الذي سيجعلك تحذر وتعيد حساباتك؟ ما لم ترى هذه الإعادة للحسابات انت مع الهدف رايح، عرفت فين؟ من باب حفظ الاموال، من باب ان لا ينضحك علينا، لانه لا تنسى الشركه ما شاء الله شوف جايه من فين؟ جايه من قيعان كورونا تضاعفت مرتين، السهم جاء من مناطق قريب 10 ريال وكم؟ 10 ريال ثلاث يعني الى 20 20 هذه ضعف، 30 40 هذه ضعفين. ف ما نقدر نقبل انه يجرنا السهم تحت 26 20 27، او تحب تكون فشتك واسعه وتشتغل على 25 10 اللي هي الخط العرضي اللي هو نحطه كده باللون الاحمر اللي هو كان قاع تاريخي في أمريكا. ممكن يكون هذا الخط الاحمر اكثر قوه اللي هو 25 10 ممكن، يعني تخيل الآن لو نزل الجبس 10% ما يكسر 25 10، وفي المقابل لو صعد السهم إلى 36 أعطاك كم؟ 30%. فحتى نسبة المخاطرة تعتبر من 3 إلى 10، يعني يا تخسر 10% يا تكسب كم؟ 30% من هذا السعر اللي قفل منه يوم الخميس، تعتبر نسبة عادلة ومنطقية لواحد حابب يغامر في مناطق القمم دي ويقول والله الجبهة مفتوحة قدامي خلونا نشوف ماذا يفعل عند 30 30 مثلا. فطبعا انت لو كنت داخل بجزء او داخل بنص وحبيت انك تفعل اكثر فحيكون باقتحام 30 30، او انك تزود اكثر لو كنت اقرب للدعم ما بين 26 20 25 10 وتقول لهذه المستويات اخر حدود لك لتحمل ضغط، لانه اكثر من كده حيكون في انحرافات قد تقودنا
لل 38 22 او تقودنا لا قدر الله المتوسط ال 100 قريب ال 20 19 7. هذا ما عندي يا ابو فهد. انا دائما لا احب اطبل لاي سهم ولا احب ارجف في اي سهم، ولكن احب اضع لكل متفائل او متشائم حدود.